يزيد علينا وعليكم بالخير والصحة، والله يقدرنا انه نتمم هذا الشهر على خير. التحدي رح يكون وجبتك رح تحددها عجلة الحظ، اللي رح يكون له وجبة والشخص التاني رح يكون له مشروب. انا الوجبة مشروب. يزن انت متحمس للشغلات اللي رح تطلع لك؟ اوكي خلينا نجيب عجلة الحظ ونبلش. مين رح يبلش اول شيء؟ انا حجر ورقة مقص. يلا واحد اثنين ثلاثة. لمرة واحدة؟ لا مرات. مرة واحدة. حجر ورقة مقص، حجر ورقة مقص، حجر ورقة مقص، حجر ورقة مقص. يس يس يس. اول شيء رح يبلش زكريا. بعد ما يخلص زكريا وجبته رح يبلش يزن. جاهزين؟ بس قبل ما نبلش الفيديو هجوز هذا الفيديو لايكات واشتراكات. كم انتهت؟ خلينا نخلص شهر رمضان ونوصل 5000 مشترك. يا رب يا رب للمئة ألف مشترك. الله كريم، وفي رمضان كمان متابعينا كرماء، شو رأيكم؟ هلا مثل ما لكم شايفين قدامنا، قدامنا عجلة الحظ في مكتوب عليها شغلة. هاي وجبة الهمبرجر الأساسية، لازم تكون موجودة أساسية خبزة الهمبرجر، ولكن رح يكون في عليها شو موجود عليها؟ رح يكون موجود عليها مرتديلا وبصل وشيبس ودبس رمان كاتشب توم لبن. ما عندنا مشكلة باكل. شو رأيك في هالمكونات الوجبة؟ أظن خرافية. خلونا نبلش. اضغط. واو، اول شيء طلع لك بصل. يس اول شيء طلع لك بصل. بس بصل؟ اعطيني بصل. طبعا ما قلت لك شغله، راح يطلع لك 5 جولات فقط، ما راح يطلع لك السبعه. يعني بجوز الشغلات الكويسه تطلع والشغلات الما كويسه ما تطلع، او بالعكس تماما. والله حبيت الفيديو. هي البصله اجت وهي الهمبرجر فقط. اول شيء البصل شبه. كلهم لا ما راح نحطهم كلهم. لا سمكي ما راح ابكي. بالهنا بالبكاء. يمكن انت اللي تخسر، يمكن انت اللي تبكي، يمكن انا اللي ابكي، يمكن انت اللي اخسر. برايك انت شو راح يطلع لك؟ ان شاء الله. شو راح يطلع لك؟ راح يطلع لي ان شاء الله. تفضل. ان شاء الله. تخيل يطلع لك مره ثانيه بصل. معقول يطلع له مره ثانيه بصل؟ يلا خلص زكريا، 1 2 3. شو يزن؟ بصل. دوم يس يس. اللي هدول انا ضحت اول شيء المرتديلا عليهم. بجوز ما يطلع لك مرتديلا. يمكن يطلع لي مرتديلا. وبجوز ما يطلع لك. بجوز يرجع يطلع لك هذا بصل. ثم يرجع يطلع لك. يوه زكريا. تميت. يا جماعة الوجبة، يعني أنا بصراحة ما بتشجعك. الجولة الثالثة ربع ساعة. بقي لك 3 جولات. إن شاء الله ربع ساعة. شو؟ بصل بصل بصل. عن جد زكريا لا 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 لا، هدول الزكريا ما عم جربهم. ها بصل مرة تانية. يا جماعة ده طلعوا مرتديلا وضحك من اللعبة. الجولة الرابعة. أخير لا أخير. بقيان تنتين. لبن. أحسن شي حظي. يا زهر. حظي للحددية. لبن. لبن مع الثوم وبصل. زكريا. نفس الشيء. لا يا زلمه مشروب. حط له 3 كاسه. هاي 3 ما تخجل يا زلمه. 4 اخر جوله. شو متوقع يطلع لك؟ انا متوقع مرتديلا. بصل انا صري لون صري ما في دبس رمان. يعني إذا أنت خسرت طلع. هلا بأي شكل من الأشكال رح تاكله. بتوقع هي أغرب وجبة فطور رمضان. إيه والله. بدك تكمله يا زلمة. قول يا مدير. والله بكي طلعت مشوه. بسم الله الرحمن الرحيم. ابلع. أنا إيه؟ أغرب وجبة رمضانية أكلها روسية. أعطيني الشيبس يا زن، أعطيني واحد شيبس. واحد الشيبس.
انا راح اكل الشيبس اللي طلع. ما بيطلع لك انت. ما ما لا ما. زكريا انت خسرت. انت خسرت. يا زكريا لا تدخل فينا لو سمحت. وحكم ولا انت. ما لا لا ما تدخل فينا. لسه على دور وجبته. دور وجبته ليزر. في شي حد؟ بصل. البصل حد؟ خلينا نروح عم الشهر رمضاني. زكريا ليش مزعوج؟ انا زي اللي عمله انا شي طيب بشربه. هذه المرة دايما بقول بقلبه انه دايما زكريا يخسر. لا تعرف انت شو موجود قدامنا؟ لا قدامنا موجود عصير وتفاح وتمر وبسكويت وصودا وايس كريم. رح تشربه ابدا. واحد اثنين ثلاثة. تفاحة. اول شيء رح نحط التفاحة. شكرا يا ماما. مع خمس جولات يا يزن. يلا يا مدير انت والعصير. اوه هاي الثالثة بسكويت. الحظ القوي لحظة الجولة الرابعة. رجعت بسكويت وراح نضيف البسكويت كمان. هاي الجولة الرابعة. لا اصبح فيها ليمون 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 ليمون. ان شاء الله ان شاء الله. صودا صودا. هلا هاي اخر جولة. خلصت الجولة؟ خلصت كل الجولة صح؟ خلصت. فهلا خلينا نشغل الخلاط. واحد اثنين ثلاثة. أنا يعني كثير عجب عبد الله زكريا كثير مظلومة من بعض. تمام رح يشرب الجاز رح يشرب بس الجاز. كاس واحدة زكريا بتحكي كاس. رمضان خلي يشرب. لا ما بدي اشرب. ما بدي اشرب. خلي يشرب اول. شو بسكويت طيب. تمام تمام. اشرب تكمله. بدك تكمله كله الاخير. ما بصير. زكريا كان قبل تحت يشربه كله. اظني انا ما عم بحب حالي. مستحيل. حبيته؟ أبونا ما حبه. الليلة 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 الليلة. يا زين بس ثواني شوي. اشرب انت إذا بدك. إذا أنا شوف لا تنزع الفيديو. أنت دايما هلا لا تنزع الفيديو. ما بصير لك تذوقه. إذا أنت كله لك تشربه. طيب شو رأيك في العصير؟ هذا طيب ما أنت أنت بتبقى العصير رمضان عن جد يا جماعة. الله يعني شرب شوي شوي شرب كان نترى حالنا اليوم. شو عجبك الفيديو اليوم؟ سلام.